سلام غزالات ديالي، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بألف خير. شوفوا لي هاد الزاز، شوفوا لي هاد الجليبه الغزاله. التوب ديالها كريب، واحد الكريب متين طايح، كاليتي ديالو بحال الكريب دو سوا، يعني ما بيناتهمش فرق، لا كاليتي ديالو واعره. البنات فيها هاد الموتيف هكا، شوفوا فيه، انا نوريكم الموتيف قريب باش يبان لكم مزيان ان هكا ما غاديش يبان. هانتوما فيه واحد الموتيف بحال الامازيغ، وفيه هاد الشويشات كتحمق كتحمق. جليبه زعما موديل مختلف، كتجي هكا راها طويله. البنات اللي بغات تلبسها سبور مع سبرديله ولا شي حاجه ممكن تنقص منها في الطول، اللي بغات تلبسها هكا مع بليغه راها طويله، الكميمه طوال، وكتجي ستوندار. هذا الموديل ستوندار البنات، هذه راه هانتوما واسعه، كتلبس اوفر سايز، يعني ممكن تلبسها اللي عامره، ممكن تلبسها ضعيفه وتجي هكا مفخفخه وتجي غزاله. انا بعدا حمقاتني هذه الجلابه، وهذه شي حاجه مختلفه، تلبسي بليغه ولا تلبسي شي موكاسان تخرجي بها في رمضان كتهبل. ديالي شوفوا لي هذا الموديل، نفس توب ديال الجليبه الاخرى، ونفس الفصاله، فصالتها مختلفه على دوك الموديلات اللي كتاخذوا من عندي. فيها واحد الفصاله غزاله، والتوب كما قلت لكم كريب بحال كريب دو سوا، كريب ديالها واعر وكاليتي زوينه. وبالنسبه لهذه كان فيها هذوك البابوش هنا، هذه فيها هاد الخلاله كتجي كتحمق. هذه البنات درتها انا مع لي زيسبا على هذا الشكل. شي وحدين غايقول لك الجلابه ما كتلبش مع السبرديله، ولكن كل واحد الذوق ديالو. البنات كاين اللي كيبغي يلبسها مع بليغه، كيبغي يلبسها كلاسيك، كاين اللي كيبغي يلبسها سبور، كل واحد. وحنا خصنا الدور ديالنا اننا نرضيو جميع الاذواق. المهم هذه راه حتى هي كتجي كتحمق، اللوينات ديالها غنصورهم لكم في الفيديو الجاي. غنبدا نشرح لكم هكا لا طاي وداكشي في فيديو، والفيديو الاخر ندوز لكم فيه اللوان ملبوسين باش تشوفوا كل لون وكيفاش كيجي الشكل ديالو ملبوس. بالنسبه للطاي، راه طاي ستوندار كيف قلت لكم البنات، راه كتلبس كاع لي طاي، راه هانتوما راه واسعه، ولكن جات حلوه في اللبسه.